تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية على المنطقة والعالم موضوع ندوة السياسة الدولية التي قدمت أطروحات لفهم ودراسة تأثيرات ومحددات وتوجهات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. رفض واضح من إدارة بايدن، من إدارة ترامب، لقبول بنتيجة الانتخابات. تصريح على لسان مايك بومبيو رئيس وزير الخارجية الأمريكي اللي هو في جولة في المنطقة في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو واثق ان إدارة ترامب ستثق وستعود الى الحكم مرة اخرى. كل ده بيقول ان أزمة المجتمع الأمريكي تقريبا منقسم. الانتخابات الأمريكية تشهد مفارقة، وهي التشكيك في نتيجة الانتخابات ورفض ترامب الاعتراف بها إشكالية تم إلقاء الضوء عليها خلال الندوة. الدستور الأمريكي يحدد عملية انتقال السلم للسلطة بأنه بعد 20 يناير، ظهر 20 يناير، سوف يكون الرئيس المنتهي ولايته ترامب هو من يخرج البيت الأبيض، وسوف تتولى الولايات المتحدة الأمريكية قيادتها جون بايدن. مواقع التواصل الاجتماعي تحولت لساحة معركة افتراضية للانتخابات الأمريكية تشابهت مع المعركة الانتخابية على أرض الواقع، كما تم توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لصالح حملتي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والرئيس المنتخب جون بايدن، محور هام تم مناقشته خلال الندوة. هذا الأمر اللي دفع وسائل التواصل الاجتماعي نفسها لاتخاذ إجراءات وتدابير صارمة تضييق الخناق على معظم تغريدات ترامب اللي كان بيغردها على موقع تويتر، واللي كانت بمرآة عاكسة لكل وقائع السباق الانتخابي الأمريكي من بدايته وحتى الآن، والأنظار العالم كله أجمع بتتجه ليها عشان تعرف فيما يفكر ترامب وإلى أين ستتجه السياسة الخارجية الأمريكية. محددات السياسة الخارجية الأمريكية لبايدن واستشراف هذه السياسات وجد وبقوة على أطروحات الندوة. تسعى الولايات المتحدة لإعادة تعريف أصدقائها وحلفائها في المنطقة بما يضمن مصالحها، تحاول أن تكون شبكة تحالفات ما بين القوى الإقليمية الموجودة، لكنها لا تسعى إلى الانخراط المباشر في قضايا الشرق الأوسط حتى لا تكون التكلفة المادية أو السياسية عليه. مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط لا يمكن النظر إليها بشكل ثنائي، ولكن الإدارة الأمريكية ستبحث عن كيفية ضمان مصالحها في المنطقة بشكل عام. هناك تخوفات لدى البعض أن تتغير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه ومشاهدينا عودة مرة أخرى.